اهلا وسهلا بيكم مره تانية وتفاصيل. يمكن الفقره دي من الفقرات اللي انا بحبها. ليه بقى؟ فقره بتتكلم عن حالنا. اي فقره في البرنامج ده من اوله لاخره على مدار يعني ساعتين من الوقت اللي انا بطلع اقعدهم معاكم فيه، تاكدوا ان هي تخصكم. لو مش بتتكلم عنكم انا مش هجيبها. هجيبها ليه؟ كل فقراتنا بندق البيبان وندخل بيها عليكم. هنتكلم عن بنوتة صغيرة في السن النهاردة، ما عداش عمرها 23 سنة 25 سنة، وبدأت تحس في ألام في ركبها وفي ظهرها وفي مفاصل رجلها. خير؟ في إيه؟ تيجي تطلع على الميزان تلاقي نفسها زايدة حبتين ومش عارفة تخس. طب هو ده سبب في اللي أنا ما بقتش قادرة ومفاصلي وجعاني؟ سبب. هنتكلم عن شاب خلص كليته وبادئ حياة جديدة، هيبدأ يشتغل فمحتاج يبان في أجمل مظهر، أو فتاة متخرجين ومحتاجين يظهروا بأجمل مظهر. هنتكلم عن حد ما بقاش يخرج أصلا من كتر العزلة اللي هو فيه، علشان ما بقاش يعرف لا يختار لبسه ولا ينزل يخرج مع أصحابه ولا بقى عنده الشغف ده علشان وزنه زاد جدا. كل ده هتتكلموا فيه؟ أيوة كل ده هنتكلم فيه، وفي حلول. ده اللي هتسمعوا معايا النهاردة. نوراني وشرفاني منا ياسر، اهلا وسهلا بيك يا روحي. عامله ايه الاخبار يا منا؟ كل اللي انا قلته ده واقع وموجود جدا. في حد قرر ما يخرجش، ابتدى يلبس هدوم واسعه جدا، نفسيته تعبانه اكتر لدرجه ان بيجي لي مسجات انا باكل وانا مش جعانه من كتر الضغط النفسي، عشان عندي مشكله، عشان الشغل، عشان المشكله مع الزوج، مشكله مع الاهل، مشكله، عندي مشاكل، عندي ستريس وعندي ضغط نفسي. والله يا منى انا كل يوم حرفيا اكل من هنا وافضل اعيط بالليل من هنا، قد ايه انا نفسي اخس ومش لاقي حاجه طبيعيه وامنه تخليني اخس. هل في بقى في كورس الانا سليم؟ كورس الانا سليم يحتوي على 4 منتجات وهديه النهارده معانا، وخصم 50% وشحن مجاني ومتابعه مجانيه اسبوعين مع الفريق الطبي. طب واحده واحده علينا كده، عشان انت قلتي منتجات جديده كده. ايوه النهارده في معانا منتجات جديده. اول حاجه كورس الانا واحدة سليم. واحده دي بتاعتي على فكره يا روحي. غشوا مني بس انا بسيبهم. أيوة عادي. انا بغش. شكرا. اتفضل. لا والله انا متسامحه جدا، بحب ده. اتفضل. يعطيك العافيه. الله يخليك يا حبيبتي. فنيجي كده لأول حاجة اللي هو الأنا سليم. الأنا سليم ده يحتوي على إيه؟ واضح من اسمه إن هي ألياف. السليم دي أو قشور بذور السليم عبارة عن ألياف، زي اللي موجودة فين؟ موجودة في الفواكه والحبوب الكاملة والخضروات. هو الألياف الطبيعية. جسمنا والقولون بتاعنا تحديدا بقى بيحب الألياف دي. ليه يا منة؟ أولا عشان الإمساك. الناس اللي عندها امساك وبتقعد اسبوع واسبوعين، واعرف ناس لازم تروح المستشفى عشان تقدر تعمل اخراج اللي هو الطبيعي لربنا. دي المراحل الاخيره يعني. تخيلي بقى الصعوبه قد ايه، لان هم بيجربوا منتجات كتير مجهوله المصدر. فنرجع بقى للمنتج بتاعنا المصرح من وزاره الصحه وطبيعي وامن. فاول حاجه يحتوي عليها هي قشور بذور السليم. تاني حاجه يحتوي على ايه؟ مستخلص ايه بقى؟ التوت. ده بقى انا عماله اقول لكم، بصوا بجيبها لكم كده واحده واحده، عشان بيحفز الحرق 4 أضعاف. فتخلي حرقك بيتحفز وبيزيد كمان مع القهوه الخضراء. فانا كده عندي الانا سليم، عايزه اقول لك مكوناته كلها طبيعيه، بتزود الحرق وتخليني شبعانه فتره كبيره. يبقى انا حليت اكبر مشكله عند الستات والرجال اللي هو ضعف الحرق او انعدامه. او تزيد عليهم بقى كمان وشراهه في الاكل، او مش قادره ابطل الاكل. مش قادره يا منى، انا عايزه اقول لك باكل لحد ما احس ان انا خلاص مش قادره اتنفس. تخيلي دي الكلمه دي صعبه قوي، مش عارفه تعمل كنترول على جسمها. يعني ده يا حبيبتي حاله مرضيه. ده الاغلبيه العظمى اللي هو بيبقى فعلا عنده اوبيزيتي عاليه، السمنه المفرطه. طب نيجي في الاول اوزان بقى 20 25 كيلو. السهلين دول. السهلين دول ينفع ليهم الكورس الانا سليم؟ ينفع جدا. يعني يا منى هيعلي لي الحرق ويخليني شبعانه وهقدر اسيطر على الجوع؟ جدا جدا جدا. يزيد عليهم بقى كبسولات الجرين كوفي اللي هي القهوه الخضراء، حاجه كده بتعلي الحرق وتظبط مستويات السكر في الدم، مضاد اكسده عشان تحتوي على احماض كلوروجينيك. يعني ايه احماض كلوروجينيك دي يا منى؟ اروح اجيبها لوحدها؟ لا، انا بقول لكم خدوا الكورس كامل على بعضه، وهقول لكم دلوقتي الفوائد بتاعته. تاني احنا قلنا القهوه الخضراء دي بتعلي الحرق ومضاد اكسده، يعني بتقلل السموم، يعني تخليني ابقى في وقايه من الامراض اللي ممكن تحصل لي، لا قدر الله. السموم الزياده في الجسم بتعمل امراض على فكره.
نيجي بعد كده لمين كريم شد الترهلات. واضح قوي من اسمه ان هو انا بخس بدل ما اروح اعمل عمليه لا قدر الله شد جلد، او اروح ان انا اعمل على اجهزه باهظه الثمن زي ما احنا بنقول، وافضل ادخل في جمعيات واحوش عشان بس اروح اعمل كام جلسه عشان يشدوا لي الجلد، وفي الاخر ما بلاقيش نتيجه والنتيجه بترجع اسوء من الاول. اديني بقول لك اهو كريم شد الترهلات هيخليكي يعني يغنيك عن اي حاجه من الحاجات دي كلها. يحتوي على ايه؟ على الكافيين وعلى الكولاجين. الكافيين يحرق الدهون اللي تحت الجلد ويساعد اللي هو الدهون الحشويه حاجه والدهون اللي تحت الجلد حاجه ثانيه. اقول نوعين الدهون دول؟ قوليهم. حاضر. الدهون الحشويه حاجه، ايوه، والدهون تحت الجلد حاجه ثانيه. عظيم. ربنا بيدينا سبحانه وتعالى نوعين دهون، الدهون الحشويه اللي هي بين الاعضاء عند البطن بالذات، دي بقى اللي قاعده بين الامعاء عند الكلى عند الكبد محشيه كده. اوكي. طب الدهون اللي تحت الجلد زي الحلوين دول كده، يبقى احنا كده عرفنا الفرق. هو بقى بيشتغل على اني واحد كريم شد الترهلات، الدهون اللي تحت الجلد اللي هو تمسكيها بايديكي دي، اما الحشويه مش هتعرف تمسكيها بايديكي، دي بتبقى خلاص الكرش عامل زي البالونه اللي منفوخه قوي. دي مش اللي مش عارفه تمسكيها بايديكي دي صلح. دهون حشويه متلبسة. مخليه الكرش يطلع لبره من كتر ما هي كتير بين الامعاء. يبقى الدهون اللي تحت الجلد دي بقى مين بيحرقها؟ الكريم شد الترهلات، وهيشد الجلد ويخلي مظهره حلو. يبقى انا عالجت من جوه وعالجت من بره. رابع حاجه عشان ازود المناعه الجسديه، رابع منتج في الكورس هو فيتامين د كاتيكا، عباره عن اكراس جيلاتينيه طعمها بلد شوكولات، طعمها حلو قوي لطيفه قوي، تنفع من اول الكورس كله، ينفع من اول عمر 12 سنه لحد 70 80 سنه. كاتيكا دي فيها ايه؟ فيتامين د ومغنيسيوم عشان نظبط مستويات السكر في الدم والضغط للناس اللي عندها ضغط عالي، ونزيد عليهم كمان ان في كاف اتنين وفيهم كالسيوم. يبقى انا كده كل الكورس معايا، وكمان معاه شامبو هديه، شامبو طبيعي وامن لوقف تساقط الشعر. نقدر نطلب الكورس من على صفحه وان دايت اللي ظهرت دلوقتي على الشاشه، والارقام اللي موجوده دلوقتي قدامكم صوروها وعليها واتساب كمان. طيب دي صفحتكم كلها؟ ايوه، عشان ياخدوا خصم 50% بقى، خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه مع الفريق الطبي. طيب لو هنسالك عن بقى ناس عندها امراض زي الروماتايد، زي الروماتيزم، حتى لو امراض مناعيه، نقول امراض مناعيه كلها عشان كل دي امراض مناعيه، ومحتاجين يخسوا روحية حساسية زي دي، وحرفيا حالتهم بتتحسن بعد ما بيخسوا. الناس دي من كتر ما الوزن الزايد ضاغط على المفاصل، المفاصل فوق الروماتويد او الروماتيزم اللي عندهم، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. فوق ده كمان الوزن عامل لود على العظم، فتقول لك عظمي بيوجعني وبقعد اعيط من وجع عظمي وانا مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه بقى؟ تاخدي الكورس الاناسيليوم الطبيعي اللي فيه اربع منتجات طبيعيين وامنين، وكمان مرخص من وزاره الصحه، وهتقدري تخسي قد ايه بقى؟ من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد. انا جالي رساله من كام يوم، حد زعلان انه خس 10 كيلو بس. انت قلتيها لي الحلقه اللي فاتت، بتضايق. تخيلي انا الحد مش عايز يروح من بالي، عايز اغلى من كده، مش عايز يروح من بالي. صدقيني قد ايه ان الحد دلوقتي هو في بالي، انا كل ما اقعد بأن الضمير مزعلانه ال 10 كيلو. ممكن اخس اكتر من كده، لكن انا ما بذلتش مجهود جدا، لحد دلوقتي في بالي مش عايز يروح من بالي خالص. طبعا. طيب لو هنتكلم انا وانت عن حاجات كتير، مواقف ممكن الواحد يمر بيها تغيره. واحده كانت بتهتم بنفسها جدا وفجاه بطلت تهتم، ممكن تكون اتحسدت. اه والله بجد بتحسد يعني. على فكره ساعات عشان كده لما يكون حد بيخس بيعمل دايت معايا اقول له ايه؟ لو سمحت تمام بلاش تقول لحد، اوعي تقول لحد. الى اي حد، حتى ان هو بيحاول يقول لي انا بخس، ما تقوليش، ما تقولش لاي حد، خليه سر. ليه؟ عشان فعلا الناس دي بتتحسد. وبطلت تهتم بنفسها ولكنها زعلانه على نفسها، هي كانت غير كده، هي كانت ست مهتميه جدا واخده بالها من نفسها جدا، او بنت معروفه ذوقها عالي جدا، ولما بتيجي تختار بيسز معينه في اللبس بتبقى رائعه في اختياراتها. بتقول لك ده ما كانش حالي، كانش حالي، ده بيبقى صعب عليه بقى يقفل بقه قوي 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 نفسيا. ده هنا بقى نقول نفسيا اكتر. ده بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول. جاله ضغط نفسي، او جاله مشكله، او جات لها مشكله وخليتها مضغوطه لدرجه ان هي ما بقتش تبص لنفسها في المرايه. ارتفاع هرمون الكورتيزول بيصاحبه مين؟ ارتفاع هرمون الانسولين، ودول لما الاثنين بيرتفعوا الجسم بيدخل في حاله من تخزين الدهون. فنرجع ونقول مين هيحللنا او المنقذ السريع بتاعنا اللي فعلا هيجيب لي نتيجه حلوه قوي قوي قوي؟ هو كورس الاناسيليوم. وزي ما احنا شايفين كده ان حرفيا ناس حياتها تحولت تماما. شايفين قد ايه في فرق؟
يعني احنا لو جينا نشوف مثلا ان هي لما تخس 35 كيلو في 3 شهور فرق معاها كتير جدا جدا جدا، نفسيا، اجتماعيا، الهدوم. الاول كانت بتحاول تلبس اوسع حاجه تداري، دلوقتي لا، بقينا نلبس. ايوه الثقه، صدقيني الثقه دي بقى، بصي دي مش هينفع نشتريها، دي ما بتجيش بقى غير لما الواحد بيشوف انعكاسه، شكله حلو وجميل وراضي عن نفسه. طيب في حد يجي يعمل دايت فتره طويله وتلاقيه بوظه في ثواني 45 كيلو ما شاء الله، يعني الناس دي ما بترجعش بوظ؟ عايز اقول لك ان بيفضلوا مكملين. بصي فرق هنا، لا بصي النتيجه هنا دي حبه حلوين، يعني ما شاء الله حلو جدا طبعا، 20 كيلو جدا، 20 كيلو كده كان يعني بصي عايز يخلصهم بسرعه، ما فيش شهر ونص. الله اكبر، تخيلي في شهر ونص 20 كيلو، مهم جدا. احنا في شهر من 10 15 كيلو، تخيلي بقى شهر ونص 20 كيلو، حلو ده جدا، نتيجه رائعه جدا جدا جدا. بصوا بقى الفرق، الوقفه ما فيش الفخاده اللي فيها ترهلات، لابس سلام ولابس فات، وفرق شاسع طبعا. في اللي بعده؟ طيب انا مجهز، وشوفوا لو في صور تاني. دي صفحتكم على وان دايت، ابعت لهم كل استفساراتكم وقولوا لهم واحكي حكايه مشواركم مع الدايت والريجيمات والانظمه الغذائيه، وقولوا لهم عايزين ناخد الخصم 50%، وفي خصم لبرنامجنا 50%. عايزه اكلمك عن بعد ما بيخسوا بيقدروا يحافظوا على وزنهم اللي وصلوا له؟ حلو قوي. احنا قلنا عندنا ايه؟ احنا عندنا ثلاث مميزات، خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، والميزه الثالثه متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. دول بيعملوا ايه بقى؟ دول بقى لو انا خلاص خسيت 30 40 70 كيلو، بقول لهم خلاص انا تمام قوي كده، انا راضيه عن شكلي وعن نفسي، شديت وخسيت والدنيا بقت تمام. عظيم. عايزه اثبت. هو الفريق الطبي المختص اللي بيكون معاكي خطوه خطوه بيقول لك والله يا فندم حضرتك محتاجه تعملي 1 2 3. ايه ده؟ يعني انا هيرشدوني حتى بعد ما انا اخد الكورس واخس برضه هيفضلوا معايا ويقولوا لي يعني انا لو عايز اثبت وخلاص كده انا تمام، برضه هيكونوا معاكي متابعه مجانيه اسبوعيه بعيد، يعني مش محتاجه اروح ولا اجي، لو انا ما عنديش وقت، لو انا ما عنديش ان انا غير العيال والمدرسه ورايحه جايه وعندي مشاوير ونادي ودروس، ما عنديش وقت اروح. اعمل ايه؟ اخد الكورس الاناسيليوم، هيقدر يخسسني زي ما اتفقنا من 10 15 كيلو في شهر. ده بس كده لو ما عملتش دايت، لو عملت دايت 20 كيلو ما شاء الله ومن غير رياضه. في ناس حالتها الصحيه لا تسمح بالرياضه، ما بشربش ميه خالص ومقصره في ده، مش هتخسي على طول، لان الميه اساس الجسم. احنا بس عندنا وزن جسمنا كله 3 ارباع ميه، اللي عارف اللي هو كام؟ من 60 ل 70%، يعني 30% الباقي كده يعني شويه عظمه ولا شويه دهون. تخيلي بقى من 60 ل 70% بس ميه في جسمنا، توتال اوف بادي ووتر، تخيلي التوتال بقى بتاع وزن الجسم كله ميه. فلما اجي اقول ان الميه حياه، وخلقنا من الماء كل شيء حي، صحيح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، تمام. فبالتالي ان انا دلوقتي مع كورس الاناسيليم محتاجه اشرب ميه، عشان الالياف دي بتكون طبقه جل سميكه في الامعاء، تمام، في المعده، فبتفضل فتره كبيره تتهضم، فافضل شبعانه فتره كبيره. في الفتره الكبيره دي منا يعني انا بحس بايه؟ بتحس ان مستويات السكر عندك انخفضت، فبالتالي انت قدرتي تسيطري على هرمون الانسولين العالي، فحلو قوي قوي الالياف لمرضى السكر ومرضى الضغط. عايز اقول لك بيظبط لهم مستويات السكر في الدم، ولما مستويات السكر في الدم بتتظبط الضغط بيتظبط، وامراض كتير قوي 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 مصاحبه للامعاء وللعظم والحاجات دي كلها بتبتدي تتظبط، لمجرد بس ان منتج طبيعي وامن وصحي 100% ومصرح من وزاره الصحه، مش زي بقيه المنتجات مجهوله المصدر. لسه امبارح بس جات لي مسج قالت لي انا حرفيا كنت باخد ادويه، تمام، مجهوله المصدر، خدتها يا منى، كل اللي حصل لي ان انا خسيت 25 كيلو، انا زدت دلوقتي 35 كيلو. ايه ده يعني انت خسيتي 25 ورجعتيهم؟ ده مع الكورسات التانية اللي احنا مالناش دعوه بيها. انا بتكلم بصوا ايه ده، ان بيخسوا بيخسوا بس بيرجعوا ايه بقى؟ اكتر. قالت لي زيدي عليهم يا منى كل المجهود اللي عملته والتعب اللي تعبته، هي زعلانه عليه وبيكملوا، هي زعلانه قوي قوي ان قد ايه النتيجه دي كلها راحت. قالت لي انا فعلا ده بيبقى صعب جدا، صعب جدا. واحد اتنين بقى عندها ايه بقى؟ هي اكتسبت ايه غير الوزن؟ اكتسبت ارق. قالت لي ما بنامش حرفيا،
ما بنامش يا منى، لو نمت ساعتين على بعض ده انا كده بقول نمت كتير. النوم باظ عندها، الهضم عندها بقى عندها مشاكل في الهضم وعندها امساك على طول، وامعائها ما بقتش منتظمه، قالت لي اكلت اي حاجه معدتي تتعب قوي يا منى. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الحاجات الادويه مجهوله المصدر. ما احنا معانا كورس طبيعي وامن 100% مكون من اربع حاجات، الاناسيليوم والجرين كوفي اللي هي القهوه الخضراء والكريم شد الترهلات والكاتيكا مرخص من وزاره الصحه. يبقى اربع منتجات مرخصين من وزاره الصحه وعليهم هديه واحده اللي هو الشامبو لوقف تساقط الشعر، وكمان عليهم خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعيا مع الفريق الطبي. الشتاء داخل، الشتاء داخل والبرد والله بيزيد قوي. ايوه، ودايما الاراده بتقل في الشتاء ليه؟ انت جسمك بيبرد قوي، فبتبقى محتاج اي طول الوقت اي حاجه تتحرق عشان انت تدفى. صح. غير ان وجبات الشتاء اكثر دسامه، وسحلب بقى حمص الشام كلها بكلياته بتخن، واحنا عارفين ده. واللي ما بياكلش رز ممكن يمد ايده في الشتاء بشويه رز على ملوخيه، رز على لوبيا، اي حاجه بقى من الحاجات اللي احنا بناكلها، بطاطس، اي حاجه. المشكله في الحلويات بقى، زيدي عليهم الحلويات عشان يزيد يدفوا اكتر. سحلب، هوت شوكليت، دي حط سكر بقى، حط سكر. طيب انتوا بقى الكورس بتاعك ده يقدر يقاوم التغييرات المناخيه دي؟ ده لو السحلب قدامه مش هشرب. شفتي بقى؟ ولو شرب يشرب حاجه. هيشرب حاجه قد كده، بدل ما كان بيشرب الشوب قد كده سحلب. معروف الكوبايه بتاعته ده والله. كوبايه قد كده اللي هي بتاعت العصير القصب الكبيره دي، تخلي بقى خلاص ما بقاش في الكلام ده. ليه؟ لانه هيفضل شبعان فتره كبيره قوي مع كورس الاناسيليم، وكمان هيقدر ان هو يسيطر على الجوع. شبعان، انا 6 ساعات شبعانه. مش كل شويه بجوع. الناس اللي هم البيك ايترز اللي بيروحوا يلقطوا كل شويه، رايحين جايين على المطبخ يلقطوا يلقطوا يلقطوا، دول الناس دي حرفيا بتزيد في الوزن، بتبقى زعلانه من نفسها قوي، هي مش قادره تسيطر، هي اتعودت. المشكله برضو في العاده، اما انا طول ما الاشارات عندي شغاله مظبوط يعني التلقيط ده كمان غلط جدا جدا جدا. لازم يقطع الاكل من وجبه لثلاث وجبات. على الاقل اسمح للمعده ان هي تستريح من الهضم شويه، واخلي الجسم الباقي يشتغل، مش طول الوقت الدم موجود في الامعاء. طب تخيل يا بنت، حيرتونا بتوع التغذيه دول، حيرونا. يقول لك لو بتاكل 3 وجبات خليهم 5 صغيرين عشان المعده طول ما فيها اكل دي مدارس. انا مش المدرسه دي. انت مش المدرسه دي. انا مش المدرسه دي، انا مدرسه 3 وجبات شكرا. ما انا اللي ما بين كل وقت وتنت ما بتاكلش حتى خيارايه، ادخل اتغدى، اتفضل اقعد كل كميه قليله واتكل على الله، انقل على اليوم اللي بعده، على الوجبه اللي بعدها. هي الوجبه في ميعادها. حيرونا والله، نعمل ايه؟ طلعين عنا. انا من المدرسه، انا من المدرسه بتاعت 3 وجبات. 3 وجبات، فطار غدا عشاء. شكرا. سناكس بقى، تفاحه خصايه صغيره كده، برتقانه وقشره ودي هشرب. خلص هضمها لحد الاخر. حتى الوجبه اللي بعديها. انا المدرسه دي بتاعتي. فعشان كده كورس الاناسيليم يخليك شبعانه. التلقيط ده غلط. بيك ايترز ده وحش قوي. قوي قوي قوي. عشان كده بخلي الناس 3 وجبات صرف، وحرفيا بقى ما بتجوعش في النص. ما بيجوعش فعلا. ما بيجوعش. اللي متعود ياكل 3 وجبات افضل من متعود ياكل 5 افضل من متعود ياكل 2، هو ما بيجوعش. وتزود عليهم صح. كمان الناس يعني، حتى كمان الناس اللي هتاخد كورس الاناسيليم وعايزه ان هي تدخل فيه حتى صيام متقطع، هي كده كده هتقدر تبقى شبعانه طول الوقت. يعني هي شبعانه 6 ساعات، تخيلي بيقعد يتهضم فتره قد ايه. وطبعا الجرعات، خلينا نتفق على حاجه يا مني، طب انا المفروض اخده كم مره؟ المفروض ان انا اخد الكورس قد ايه؟ الحاجات، كل الجرعات والاستخدامات والحاجات دي كلها. عشان كده عملنا صفحه وان دايت عشان نقدر نتواصل مع الفريق الطبي المختص، ان هم هيرد على كل اسئلتنا. تمام. وكمان ايه؟ المتابعه مجانيه اسبوعيا مع الفريق الطبي. طيب خسيت وتحت عينيا سمر، عشان خسيت بطريقه مش صح. كورس الاناسيليم هيقدر يخسسك بطريقه طبيعيه وصحيه من 10 ل 15 كيلو بس، عشان الفيتامينز اللي فيه، عشان فيتامين د، لان فيتامين، ايوه، كاتيكا دي زي ما قلنا ان هي عباره عن اقراص جيلاتينيه طعمها حلو بالشوكليت. يا منى دي يعني بتعمل ايه؟ فيتامين د لما بينقص في الجسم، بالناس اللي هنلاقي الناس اللي عندها سمنه مفرطه او فوق ال 120 او تسعينات، هتلاقي عندهم فيتامين د منخفض جدا. انا بيجي لي حاجه اللي حالات 6 فيتامين د 6 و4. خلينا نقول ان في مفروض زي ما الدكتورز بتقول 22 اقل حاجه. يعني ده البوردر لاين زي ما بيقولوا، اللي هو الحد الادنى. ماشي. تمام. عن التوكسيك فوق ال 150. اوكي. تمام كده. طب احنا يا منى، انا حاجه و20، انا انصحك تظبطيها كمان. بلاش ليه نشتغل على طول على الحد الادنى؟ خلينا نشتغل واحنا كويسين والحرق بتاعنا احسن وافضل. فكاتيكا هيقدر ان هو يظبط لي فيتامين د. ولو الستات بعد الحمل والولاده بقى، بجد والله حرفيا انا واحده من الناس،
والله كمان من كنت بقدر اشيل بنتي من وجع دراعي وجع عظمي من كتر ما الكالسيوم اتسحب كله من جسمي. ايام ما كنت كام كيلو بقى؟ 89 كيلو. أوف. انا كنت تخطو، انا كنت 100 ونزلت لحد 89، وهنا بقى كانت كل المعاناه. ماشي. فبالتالي انا وانا تخينه، انا كمان او اي حد وهو وزنه زايد عظمه بيوجعه. مين هيحل المشكله دي؟ اللي كان عندي نقص فيتامين د، وكمان ما كانش عندي كالسيوم. ف كاتيكا في كالسيوم وكاف 2، الكالسيوم عشان يترسب على عظمه ويقعد كده على عظمه ويحل مشكلة الهشاشة حتى لو بسيطة، حتى اللي هو بعد الحمل والولادة، مين هيظبط له الموضوع ده؟ كاف 2. فكاف 2 بيساعده انه يترسب، عارفه بيلزقه كده على العظم، بيخليه يترسب على العظم، خليه اكثر امتصاصا ويبقى افضل. أيوة. حاله فيبقى أفضل. عندنا حاجة اسمها بون دينستي، كثافة العظام. حلو كده. فانا كده قدرت اظبط مستويات الحرق عندي ازاي؟ بالقهوه الخضراء ومستخلص التوت، ونزيد عليهم بقى كمان فيتامين د اللي هيظبط لي مستويات الحرق، يزيد عليهم كمان المغنيزيوم اللي هيظبط لي مستويات السكر في الدم، وهيظبط لي قوي قوي ارتفاع هرمون الكورتيزول بتاع العصبيه، بيبتدي يهديه كده، وكمان بيبتدي يظبط لي الامعاء ويحسن من حركه الامعاء، ويبتدي ان هو يظبط لي موضوع القولون ويظبط حاجات كتير قوي. المغنيزيوم ليه 300 وظيفه في الجسم، وفيتامين د لوحده 2000 وظيفه. فانا كده عندي كورس الاناسيليوم عباره عن كم منتج؟ 4 منتجات، اناسيليوم جرين كوفي اللي هي القهوه الخضراء، وكمان كاتيكا، ونزيد عليهم كريم شد الترهلات. وكل الكورس ده عليه خصم 50% لاربع منتجات، وعليهم كمان شحن مجانا لجميع انحاء الجمهوريه، وهديه شامبو لوقف تساقط الشعر، ومتابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. حد مثلا بيقول لك انا خسيت بس عايزه اكمل. حلو جدا، حلو قوي. امان امان جدا. عايزه اقول لك كمان مناسب قوي للناس اللي عايزه تثبت. يعني انا دلوقتي وصلت مثلا كنت 80 وبقيت 60، عايز اثبت، ينفع؟ ينفع. وبرده هرجع للجرعات لمين؟ للفريق الطبي المختص، متابعه مجانيه اسبوعيه مجانا. عارفه يعني ايه بوفر لك كذا حاجه مجانا؟ شحن مجاني، متابعه مجانيه اسبوعيه، وكمان نزيد عليهم خصم 50% وشامبو هديه لوقف تساقط الشعر. طيب طول الوقت ساعات بنشوف دي صفحتهم اللي على الفيسبوك اللي تقدروا ترسلوهم عليها وتبعتي لهم كل مشاكلكم وكل حكاياتكم وتستفسروا ايه المطلوب بالظبط وبتتابعوا ازاي وبتواصل مع كل فريق طبي، وكمان هم بيسالوكوا عن الحاله الصحيه وفي امراض مزمنه ضغط سكر روماتويد روماتيزم، هم بيتعاملوا مع الحاله كويس جدا. هكلمك عن حاجات كتير بقى. حد بدا لسه جايله سكر، هو راجع من عند دكتور وجاله سكر، يناسب الكورس جدا في البدايات كده؟ حلو قوي. الكورس يناسب مين؟ يناسب كل الناس وملوش اي اضرار جانبيه ولا اثار جانبيه حتى للامراض المزمنه، سكر، ضغط، امراض قلب، امراض روماتيزم، غده درقيه. الناس اللي ما بتخسش دي اللي شايفه الدنيا سواد السواد، بتوع الغده الدرقيه دول حرفيا حرقهم متوقف. صح. جدا وما بيتحركش. يا منا في امل نخس، في امل جدا جدا ان احنا نخس بطريقه طبيعيه وامنه وصحيه وملهاش اثار جانبيه. 4 منتجات وعليهم خصم 50%. المنتجات دي هتعمل لي ايه من الاخر كده؟ هتعلي لي المناعه الجسديه، وهتظبط لي المناعه الجسديه وتظبط لي العظم تخليه اقوى، وكمان هتظبط لي مستويات السكر في الدم وتخليني شبعانه فتره كبيره، وتعلي لي الحرق كمان وتحفزه 4 اضعاف. فانا زودت الحرق ونشاط النشاط البدني عندي زي بدل ما كنت كسلانه ومش قادره. يا منا والله ما قادره اقوم حتى انظف البيت، مش قادره حتى اقوم اذاكر للولاد، تعبانه وهمدانه. مين هيديني طاقه؟ هو مين؟ الجرين كوفي اللي هو اقراص الجرين القهوه الخضراء، وكمان مع الاناسيليوم الاثنين مع بعض هيخلوا عندي طاقه بدون ارق، بدون ارق وبدون اثار جانبيه، وبدون ما يعمل لي قرحه زي بقيه المنتجات المجهوله المصدر، ولا كمان هيعمل لي اكتئاب، ولا هيعمل لي امساك زي بقيه برضو المنتجات مجهوله المصدر. ده بيحل لي مشكله الاكتئاب كمان، يعني هيخلي نشاط البدني حلو قوي، يخليني قادره اتحرك واروح واجي، وزي ما احنا بنقول كده بالعربي صحتي ترد فيا تاني، يبقى فيا عافيه كده. طيب كورس الاناسيليوم هيعمل ده. صوتي عالي على اتفه اي حاجه تلاقيني يا ولاد صوتي جايب اخر الدنيا، جارتي سامعاني من شباك المطبخ تقول لها خدي كورس اناسيليوم على طول. ده بقى نتيجه دايت هي عملته تعب، هي حاطه نفسها في ستريس عالي قوي. خلينا نتفق ان احنا بنحط جسمنا تحت ضغط عالي، بيبقى انفعالاتنا مردود الانفعالات انا مش عارفه اسيطر عليها، صوتي بيعلى فجاه، ممكن اتكسر حاجه،
كل دي الانفعالات دي بتبقى حرفيا ما هي مش قصده، بس من كتر الضغط النفسي بيعرف بيبقى انفجار، يولد انفجار الضغط النفسي. فمين هيعرف يظبط لها ده وهيظبط لها انعكاسها؟ ما عايزه اقول لك، بقول لك ناس حرفيا كل يوم بتعيط تقول انا عايزه اخس بس 5 كيلو مش عارف. انا بقول لك اهو تقدري تخسي من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد، وحاجه طبيعيه، كورس طبيعي 100% ومرخص من وزارة الصحة المصرية. 4 منتجات الأناسيليوم والجرين كوفي لأقراص القهوة الخضراء، ونزيد عليهم كريم شد الترهلات، وكمان كاتيكا اللي عبارة عن فيتامين د هيظبط لي المناعة الجسدية، ونزيد عليهم الشامبو اللي هو الوقف تساقط الشعر، وكمان خصم 50% شحن مجاني لجميع أنحاء الجمهورية، وكمان متابعة مجانية أسبوعية مع الفريق الطبي. طيب عملت دايت قبل كده وكان ليا تجربة، بشرتي اتأثرت جدا، شعري نزل مني ولكن خسيت. يا فرحتي. استني اسبوعي، السؤال ما خلصش. يا روحي قولي. جيت بعد كده محتاجه لسه كمان بتاع 7 8 كيلو. انت عارفه طريق الدايت ده لما الواحد بياخده بيبقى عايز يجيب اخره. جيب اخرك، يعني بيوصل بيا انا الحال الاقي وزني واقف عند رقم معين، لا انا وراه بقى، انا وراه لحد ما حرك الرقم ده. تعالي لنا بقى. العند بقى. تجيلنا. يعمل ايه؟ تتصل على الارقام اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، تمام، وتتواصل مع صفحه وان دايت اللي هو مع الفريق الطبي المختص، هيردوا عليها ويعرفوا مشكلتها ايه وهيحلوها لها. وعايزه اقول لك ان كورس الاناسيليوم ممتاز للي عايز يخس، واللي عنده سمنه مفرطه، واللي عنده سمنه موضعيه، واللي عنده ثبات وزن ومش عارف يحرك حتى كيلو. انا بقول لك ان الكورس الاناسيليوم طبيعي وامن 100% هيخسسك، يعني هيخسسك. انسي، مفيش لا مجال. بشتغل في بنك كراجل او ست، مواعيد شغلي بايظه قوي، يعني من الناس اللي الشغل بتاعي ملوش مواعيد والدنيا ضاربه في بعض، يعني ممكن اتغدى الساعه 10 بالليل. في حل؟ كورس ينجح معايا؟ جدا. عايزه اقول لك انه امن وطبيعي من اول سن زي ما اتفقنا 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. وعايزه اقول لك بقى الناس اللي هي حرفيا بتبقى قاعده على قعده المكاتب، انا ما بتحركش، انا شغلي بيخليني يا دوب انزل من المكتب اركب العربيه اوصل تحت البيت وما فيش حركه، انا بنزل من هنا اطلع من هنا اطلع البيت، افضل قاعد مكاني تعبان وكمان مرهق ومش قادر وما عنديش طاقه. مين هيحل لي الموضوع ده؟ كورس الاناسيليوم. ازاي؟ القهوه الخضراء اللي موجوده فيه مع قشور بذور السيليوم لما بيعملوا شغل مع بعض بقى، بصي اولا هفضل شبعانه فتره كبيره. عظيم. بدل ما انا في المكتب بجيب البيج ميل وات ايفر من انهي مكان واضرب البيج ميل كلها واكلها كلها، وبالتالي افضل اقلب نفسي انا ازاي اكلت كل الكميه دي وان انا تحت ستريس وضغط الشغل، لا كورس الاناسيليوم هيخليني شبعانه حتى لو في الشغل، حتى لو قدام البيج ميل دي ولا هاكل ولا يهمني. ليه؟ لانه حرفيا بيشبع 6 ساعات، تمام، وقدرت اسيطر على الجوع. بيساعدك جدا جدا، وغير كده كمان انه بيعلي مستويات الحرق. فبدل ما انا قاعد في الشغل ومش قادر وتعبان، هلاقي عندي في نشاط، في حركه، في نشاط ذهني، قادر اخلص الشغل بدل ما انا بخلصه في 10 ساعات اخلصه في 5، لان انا خلاص بقى عندي نشاط ذهني. ما هو القهوه الخضراء بتعلي النشاط الذهني جدا. صح. تمام، وبالتالي امنه وطبيعيه على كل الامراض المزمنه، حتى الناس اللي عندها امراض قلب، حتى الناس اللي عندها روماتيزم او امراض مناعيه لا قدر الله، او غده درقيه، او اي مرض مناعي، او سكر، او سكر واحد او اثنين، كل ده امن وطبيعي مع كورس الاناسيليوم. يبقى نقول مكوناته تاني، الاربع مكونات اللي هو للكورس وعليهم خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان نضيف عليهم ايه؟ متابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. ايه هم بقى الكورس؟ ايوه، اول حاجه الاناسيليوم، اقراص الاناسيليوم واقراص الجرين كوفي او اللي هي القهوه الخضراء، وكمان كريم شد الترهلات اللي بيشد الترهلات كده ويخلي شكلها حلو ولطيف، وكمان نزيد عليه كاتيكا اللي هو عباره عن فيتامين د. حد بيقول لك كريم شد الترهلات مناسب اللي انا احطه لوشي لرقبتي؟ في ساعات في ناس بتبقى بتقول لك هو متاح استخدمه هنا ولا لا؟ هو بيستخدم الجسم كله، تمام، الناس بيحصل لها ترهلات هنا، بيحصل لها في الدراعات، بيحصل لها في الافخاذ او في البطن او في الارداف، بيكون امن وطبيعي جدا 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 لان مكوناته كلها طبيعيه. عايز اقول لك كل اغلبيه الستات دلوقتي بتجري ورا الكولاجين ده. صح. ليه؟ كل الستات دلوقتي عايزه تبقى شكلها حلو ولطيف. صح. وجلدها شكله حلو، لان كلنا لغه العصر دلوقتي مهما كبرنا في السن برضو بنبقى مش عايزين يبان علينا العلامات بتاعه الترهلات بتاعه الجلد، مش عايزه شكل دايما دلوقتي. من اول حياتها اخرها بتحب تشوف نفسها حلوه. احنا حلوين الحمد لله كلنا. برافو عليكي، احنا فعلا حلوين. احنا حلوين بس عايزين نبقى احلى واحلى. فكريم شد الترهلات يحتوي على الكافيين والكولاجين اللي هيشدوا لي الجلد ويحرقوا كمان الدهون اللي تحت الجلد زي ما انا ذكرت، وكمان هيشد الجلد ويخلي مظهره حلو وشكلي حلو جميل وراضي عن نفسي، ودي اهم نقطه. الاقصر
حبايبنا في أسوان، شحن مجاني، بني سويف، شحن مجاني، الفيوم، شحن مجاني برضه، سوهاج، شحن مجاني، إن المنيا، حبايبنا كلنا. عظيم، كل ده شحن مجاني، شحن مجاني لجميع أنحاء الجمهورية، خصم 50%، خصم 50% وشحن قلنا مجاني لجميع أنحاء الجمهورية، ونزيد عليهم متابعة مجانية أسبوعية. لا محتاجة لا أروح ليمين ولا شمال ولا أضيع وقت في المواصلات وأفضل ساعة منتظرة دوري لما يجي عشان أقابل أي دكتور. لا يا ست الناس، إحنا هنكلمك وهنهتم بيكي أسبوعيا مجانا، كل أسبوع نهتم بيكي. يبقى هتاخدي أربع منتجات وهتاخدي هدية شامبو لوقف تساقط الشعر. الأربع منتجات عبارة عن إيه؟ كورس الأنا سليم يحتوي على أقراص الأنا سليم وأقراص اللي هي الجرين كوفي، القهوة الخضراء، وكمان نزيد عليهم كريم شد الترهلات اللي بيشد الجلد كده بيخلي مظهره حلو ومفيش ترهلات، وكمان نزيد عليهم أقراص كاتيكا اللي هي جيلاتينية المضغ بتتمضغ كده طعمها حلو بالشوكولاتة، دي عبارة عن فيتامين د وكالسيوم ومغنيزيوم وكاف 2. كل دايما ده بيظبط المناعة الجسدية. دايما جرعات الكريم اللي بتستخدم انت حرة فيها، انا عايزة تحطي قبل النوم حطي، عايزة قبل ما تنزلي وتروحي الشغل حطي، دي حاجة عايزة تحطي مرتين حطي، عايزة تحطي ثلاث مرات حطي، لان كل ما بتهتمي وبتستمري نتيجته بتبقى افضل جدا. حاجات الست هي اللي بتحددها، يعني ما فيش دكاترة بتقولك هو ليه جرعة معينة، في ستات كمان ما بتبقاش قادرة تحط قبل ما تدخل تنامي، فده لا هو ملوش جرعات. طيب هتكلم مثلا يا منى عن بنوته صغيره ويعني هي مليانه وسط زمايلها، الموضوع ده مضايقها جدا جدا، نظره مش لطيفه، كلمه مش لطيفه، تنمر مش لطيف، الحاجات دي كلها عايزه اقول لك فعلا حرفيا بتضايق البنت من جواها، حتى لو هي مش بتبين او مش بتحكي لحد. تمام، كل ده بيأثر على نفسيتها وممكن كمان يأثر بالسلب ان هي تاكل اكتر. تقول لك طب انا مش نازله ومش رايحه الجامعه ومش رايحه ولا جايه، انا عايزه حاجه تنقذني حرفيا، تشيلني كده وتخليني اغمض عيني وفتحني لان انا نفسي خسيت. مين؟ كورس الانا سليم. ايه ده يا منى؟ حرفيا سحري كده، سحري جدا، هيخسسها من 10 ل 15 كيلو بس في شهر واحد. تخيل لو استمرت 3 شهور هتعمل 45 كيلو، يعني حرفيا بقت شخص تاني خالص، من الالف للياء، من اول بقى على حسب الدهون متوزعه فين، كل مشاكل الدهون العنيده بالذات بقى القهوه الخضراء دي ما بتخليش دهون عنيده، بتاخد الدهون العنيده دي وتحولها لك لطاقه. تخيلي يعني هتبقى طاقتك في مكانها، وانا في البرد وانا في الشتاء انا محتاجه كل شويه اكل، خالص القهوه الخضراء هتحل معاكي المشكله دي وهتديكي طاقه وهتدفيكي وهتخلي نشاطك الذهني والبدني حلو قوي قوي، تخليكي مصحصحه قادره تذاكري، فيك عندك نشاط كده تمشي وتتحركي وتعملي كل اللي انت نفسك فيه، وتخسي من 10 ل 15 كيلو مع كورس امن وطبيعي، كورس الانا سليم، وكمان مصرح من وزاره الصحه، واربع منتجات عباره عن كورس الانا سليم ايه؟ اقراص الانا سليم، وكمان الجرين كوفي، اقراص الجرين كوفي القهوه الخضراء زي ما اتفقنا اللي بتظبط مستويات النشاط الذهني والنشاط البدني، وكمان كريم شد الترهلات، ونزيد عليهم كاتيكا اللي هي عباره عن اقراص فيتامين د وكالسيوم وكاف 2 ومغنيزيوم، فمش محتاجه اروح اشتري كمان فيتامينات عشان خايفه من الدايت. زي ما احنا قلنا في ناس كتير قوي بتقولي منى في الدايت حرفيا ضوافري اتكسرت، مناعتي كلها وقعت بقى، ده انا شعري وقع، بتبان على ضوافر جدا، بقيت كده شكلي عجوز يا منى ليه كده، وحرقي كمان بقى وحش قوي من كتر ما انا عملت اللي هو الدايت المجاعه. لو انا بقفل البق فيه ومش برضه اكل، او بصوم مش عارفه بالخشتروميت ساعه والحاجات اللي بسمعها الكتير دي، بجد حاجات خزعبلات مش طبيعيه خالص ومش صح. اديني بقول مش صح، ازاي احافظ على انوثتي وعلى شكلي الداخلي، مش بس مجرد ما البس هدوم شكلي هي دي وخلاص، ابدا شكلي الداخلي وانعكاسي في المرايه اللي انا راضيه عنه. كورس الانا سليم، يبقى اربع منتجات وهديه وخصم 50، وخصم 50%. نورتيني وشرفتيني يا منى، نورك يا رح، ودايما لقائك جميل جدا، انت اللي جميله. ابعتوا لي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على صفحه البرنامج اللي باسم نهال طايل على الفيسبوك، وتاكدوا لان برد على الرسائل دي بنفسي، او على صفحه صدى البلد، او ابعتوها لي على صفحه الانستجرام لان هي لسه جديده، لان كلكم بداتوا تشتكوا. شكرا الشباب طلعوها، الف شكر. عشان كنت كلكم بداتوا تشتكوا لان انا مش برد على الرسائل، وده لانه فعلا الانبوكس عندي فيه 6000 رسالة، وده غصب عني. بكده اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، معرفش الحلقة الجاية هروح فين،
ولا هقابل مين، بس الأكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا حوالين واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد وأربع على صدى البلد تو الساعة 8 مساء، وفي الإعادة كل يوم اثنين وخميس على صدى البلد تو الساعة 8 مساء يعني. وإن شاء الله ألقاكم على خير. كانت معكم نهال طايل، في أمان الله.